الشمال يسقط، فارس الشمال يسقط، فارس الشمال يسقط. آه يا حواتم، آه يا حواتم. هنا الفرحة الكبيرة لابن سكري في أرضية الميدان كعادة. يعلم الله من الذي على حق، فهمت؟ والله سبحانه وتعالى سيفصل في هذا الأمر. كنت في كل مرة نقول معليش معليش معليش، ما شفت واحد كان من الممكن أنه يكون وسيط خير ويصلح فيما بيني وبين الرئيس، أو يكون يعني على الأقل إنسان يفهم الوضعية باللي هذيك هي اللي قلت أنا، كان يتقرب عندي ويقول لي يلا نحل جزء من المشاكل، ولكن هو راح تكلم نفس الكلام اللي يتكلموا الآخر، يعني زور وزور وكذب. أنا تحققت في بلادي راه بزاف، تحققت في بلادي، هزيت حوايجي، أول فريق طلبني مشيت وقعدت الحمد لله، طلعوا فيا المغاربة والله يعطيهم الصحة وقاموا بيا، والجامي قالوا لي يا جزائري، يحشموا يجبدوا كلمة زائر قدامي. الناس كذبت، ما نقولش حسبي الله ونعم الوكيل، ربي يسامحهم اللي كذب عليه، ربي يسامحهم. إخواني السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية للجميع ومرحبا بكم في فيديو جديد. هكذا هي فرحة المدربين الجزائري في الدوريات العربية بينما يطردون في الدوري الجزائري وبمؤامرة من الإعلام ديالهم. هذا المدرب شوفنا الفرحة ديالو بعد تحقيق البقاء مع الأخدود السعودي في القسم الأول، نور الدين بن زكري الذي سبق أن درب في الدوري الجزائري وتعرض للمؤامرة وتعرض للانتقادات والطرد من حينما كان مدربا لشباب بالوزداد. إخواني في الفيديو غادي نخليكم مع ثلاثة ديال المدربين ونرجعوا لما قاله عبد الحق بن شيخة فاش قال لمودي راه بلادي وحقروني في بلادي. كذلك غادي نخليكم مع فيديو لمدرب جزائري أمس البارحة في الدوري الجزائري في المباراة ديال وهران، وكذلك ديال جمعية بن عكنون المدرب الجزائري بلال اللي خرج وفضح لإعلام الجزائري في الندوة الصحفية، قال لهم كيفاش بغيتوا تسببوا يعني في كارثة للمساعد ديال المدرب ديالو اللي ما قدرش أنه يحضر المباراة ديال أمس مع وهران، وكذلك جمعية بن عكنون قال لهم الوالد ديالو مريض مقطعي له رجله وعنده مشاكل، قال لهم يخرجوا الإعلام ويخرجوا بعض الصحفيين اللي كان حاضر معاه في الندوة الصحفية، أحد الصحفيين قال لهم كيخرج وكيكتب عليه أقوال غير صحيحة بتاتا، قال كان غادي يسبب في كارثة. اليوم هاد المدرب عطاهم واحد الدرس كبير وبين على أن الأقوال ديال وزير الاتصال ديالهم فاش قال لهم أودي راه سببتونا واحد الفتنة في الجزائر ومع دول الجوار فعلا كان كلام ديالو على صواب، وكذلك أيضا قال لهم دائما بحثوا على المعلومة علاش كتكذبوا، قال لهم معظم الاخبار ديالكم الرياضيه كلها كذب، وهذا ما نشاهده في البلاطوهات ديالهم. يعني حتى المشكل ديال الرياض محرز مصام على الاهلي السعودي ما لعبش، وهما اليوم كيضربوا فيه وكيطعنوا فيه كيقول لك علاش ما جاش، وفي الاول كانوا كينتقدوه كيقول لك من الاحسن ما يجيش، شافي صافي رياض محرز ما بقالو ما يعطي المنتخب الجزائري بعد ما قلنا لهم او الديره فعلا راه فخر الدكه بامتياز، واليوم عاد خرجوا كيطالبوا بعوده رياض محرز الى المنتخب الجزائري. اخواني باش ما نطولش عليكم، هذا المدرب اللي شاهدتوه بهذه الفرحه ديالو في الدوري السعودي اجي نشوفوا كي كان في الدوري ديال الجزائر، فاش كان في الدوري الجزائري كيفاش صيفطوه وكيفاش انتقدوه وكيفاش جراو عليه وخوال الجزائر ومشى الدوري السعودي. سمعوا مثلا ليش الاشراف الاسبوع، شي الاشراف الاسبوع تصريحات من هنا ومن هناك. هذه التصريحات هذه انا ما قبلتهاش والاداره ما قبلتهاش، وهي سبب هذا الانفصال. يعلم الله من الذي على حق، فهمت؟ والله سبحانه وتعالى سيفصل في هذا الامر. انا وصلت لواحد المرحله ما نقدرش نزيد لقدام، صعيبه ياسر، لانك بصراحه تخدم مع واحد ولا زوج من الناس يتفقان على كل شيء صعيبة. كنت في كل مرة نقول معليش معليش معليش، منذ شهرين ونص نقول معليش معليش معليش. في المرة الأخيرة بصراحة يعني شفت لما شفت واحد كان من الممكن أنه يكون وسيط خير ويصلح فيما بيني وبين الرئيس، أو يكون يعني على الأقل إنسان يفهم الوضعية باللي هذيك هي اللي قلت أنا، كان يتقرب عندي ويقول لي يلا نحل جزء من المشاكل، ولكن هو راح تكلم نفس الكلام اللي يتكلموا الأخوة، يعني زور وزور وكذب كل شيء. هنا نور الدين بن زكري هكا المدرب لشباب الوزداد هو قال كل شيء، قال لك الناس عوض ما يتقربوا منك ويصلحوا المشكل، قال لك هما صدقوا حتى هما متامرين في الكذوب والنفاق مع الرئيس ديال الفريق فاش كان مدرب لشباب الوزداد. هذا التصريح ديالو، شوف الكلام ديالو هنا وشو الفرحه ديالو في الدوري السعودي، الفرق كبير. هنا كذلك ايضا رجعوا الكلام ديال بن شيخة فاش تكلم على المغاربه وفاش طردوهم للجزائر. سمعوا انا تحققت في بلادي راه بزاف، تحققت في بلادي، هزيت حوايجي، اول فريق طلبني مشيت وقعدت الحمد لله، طلعوا فيا المغاربه والله يعطيهم الصحه وقاموا بيا، والجامي قالوا لي يا جزائري، يحشموا يجبدوا كلمه زائر قدامي، يحشموا باش ما كاينش صداع دخل فيا، ما كاينش صداع دخل فيا، وقالوا لي يا جزائري والله يا كذا والله يا كذا والله ليك، والله ما كان. شفت واحد صارت لي اون انيكدوت، نهار جيت لي اسماء والله العظيم والله جاي طالع تريبين باش تشوف يعني كيفاش الناس ما تبغيكش ما يحبوكش وما يعرفوكش. انا فانتون برا على الجزائر، كيفاش ما يعرفونيش الناس شكون انايا؟ جاي طالع تريبين، جاي طالع يديا في الجيب، ايوم بعد قلت بالك راح يصفقوا عليا، قلت نحي يديا من الجيب باش تجيني سهله باش نصلي بالله العظيم. غير تو لي ستاد يا بن شيخه
يمك ما يمك والله العظيم والله. هذا الكلام ديال عبد الحق بن شيخاف اش كان مدرب ديال اتحاد العاصمه الموسم الماضي وتوج معاهم بكاس الكونفدراليه وجاب لهم كاس السوبر، قال لهم في ثاني مباراه ديالهم مشيت معاهم على اساس انه باش ندرب اتحاد العاصمه، مشيت معاهم يعني كان قبل ما يدرب اتحاد العاصمه يعني عاد بدا معاهم، مشى في واحد الماتش كان طلع المنصه قال لهم داري الدين في الجيب ديالي، قال لي كنتسنى الناس قلعت لي الدين من الجيب قلت الناس غادي يصفقوا غادي نبادر بنفس الاحساس، قال لك صدق كل واحد فين كيسب فيه يا ولدك كذا يا من الام ديالو من الاعراض ديالو والسبان والشتم، قال لهم ما كيعرفونيش، الغريب في الامر انه ما كيعرفونيش. وشوف الكلام ديالو اللي قال لهم انا احتحقرت في بلادي ومشيت لعند المغاربه واحترموني، وفعلا انا كنت حاضر ومبين الناس اللي كنت كنتلاقى مع بن شيخا حينما كان مدرب لفريق نهضره البركانيه وتلاقيت معاه وهرت معاه، صراحه انسان خلوق ومحبوب عند المغاربه عبد الحق بن شيخا، واكيد غادي نشوفوه يولي ان شاء الله الدوري المغربي، مدرب خلوق. قال لهم كنت نمشي في نهار الجمعه كنت ناكل كسكسو مع المغاربه، قال لهم ما عمر في الملاعي المغربيه شي واحد قال لي يا جزائري يا كذا، راه سمعتم كامل التصريح ديال عبد الحق بن شيخا. ولكن في هذا الفيديو غادي نخليكم المدرب ديال الزايري بلال، المدرب ديال النجم بن عكنون اللي فضح الصحافه ديال الفتنه والصحافه الجزائريه اللي دائما الهدف ديالها هي زرع الكراهيه لا في الجزائر ولا كذلك مع دول الجوار ولا كذلك في افريقيا، ما عندهمش معلومه صحيحه، دائما الهدف ديالهم غير الكذوب، وقالها الوزير الاتصال ديالهم قال معظم الاخبار الرياضيه كلها مغلوطه وكاذبه، خصكم تبحثوا في المعلومه عاد انكم تخرجوا وتنشروا الاخبار، وهذا ما حدث في المباراه ديال مولوديه طهران، ونجم بن عكنون صحفي خرج كتب على المساعد المدرب اللي كان مع الفريق ديال اتحاد العاصمه في الاخير السيد ما قدرش يجي للمباراة لأنه خاف يتعرض لا قدر الله شي مشكل. إخواني نخليكم مع الفيديو الرائع ونتلاقاو في النهاية ديالو. ناس أول بزاف والماتش هذا رجعوه حياة وموت. كاش منها ماتش فوتبول يا لاستوجي راه ماتش فوتبول. اليوم نمسيو نربحو ونبروك عليهم. أنا ما كان حتى مشكل. حنا رانا أنا بروح رياضية عالية ما عندي حتى مشكل مع واحد. مي اليوم وما ماركيتوش حاجة وما سكتيتونيش على حد. أنا عندي ونطرينا معايا. أنا عندي ونطرينا معايا. ها؟ لا. لا شيباني صافي لونطون مالي لا الناس كاين بعض الناس اللي تأول كاين الناس هكذا قراب ليه أول كاين هنا ان جورناليست اللي يكتب في الفيسبوك ما نقولش اسمه ويعرف يعرف روحه الحق وين قال لهم هنا قال لهم راه كان مع الوفد تاع اليسما حدوك هذاك المساعد كان مع الوفد تاع اليسما ديمونش اللي فات قبل ما يلعبوا مع اليسما عيب حرام ما نقولش انا لعاب ولا مانيش عارف تاع فريق واحد اخر يقول باللي او قال لكم كذا وكذا حدو مولاه علاش تجر انا حاضر في ماتش علاش تجر على الناس علاش دير الكره تاع لي سيبورتير تاع لامسيو ودي وهران غروند في يا صاحبي الناس متقفين هنا الناس عندهم ثقافه تاع كره قدم هنايا بصح انت بليكري ديالك تغلط الناس بلي بارول ديالك في التليفون تعيط هنا تغلط الناس علاش المنكر على جال المقابلة تاع كرة قدم، على جال المقابلة تاع كرة قدم، كان يجي لهنايا يخرج برا يطيح مع الناس مساكن بالك واحد ما يكونش غلطوه الناس بالك صرا حاجة ما يقدر ربي مانيش عارف واش صرا، علاش نكونوا الحقد بيناتنا حنا الجزائريين علاش؟ أنا صافي مالو كير اللي جازوا هنا في هذا الطابلة هذا، وأنتم على بالكم كاع، لي زونطرينو اللي جازوا هنا واش قادم بلا ما نقول، كاين اللي يهضر كلمة ناضو راح، كاين اللي يهضر كلمة أنا ناضو راح، أنا ما نهضرش كلمة راني نهضر عادي نورمال راني نهضر. بصح باش تهضر على الناس بالغلط تهضر على الناس بالغلط انا اللي مدرب نهار الخميس نلعب كونتر اتحاد العاصمه ما نروحش عطيوني الجواب هذه شهاده زور كيف اللي قالوا فيه على بالنا بلي شهاده الزور عيب حرام يا جماعه حرام مي عنده بابا هنا شحال هو مرمي في لوبيتي هنايا مي هنايا مقطعين له رجلو بابا ما ينجمش يتخبى باش يجي يشوفوه حرام عيب يا ناس رانا خلاص نطلعوا المستوى كره قدم مستوى ما كاينش مشكل باش مشكل على لامسيو كراني هبطوا 2008 عاودوا طلعوا به ولا لا الصيف هبطوا داو كاس افريقيا لا كون المشكل اتحاد العاصمه هبطت نصر الحسين داي هبطت مولوديه الجزائر هبطت يا جماعه خافوا ربي يا كاين الناس كاين دي زيكيب اللي هبطوا ما زادوش ديسبارا وما زادوش ولاو كانت الناس لعبت داو دي شامبيونا داو كاين يلعب كوب دافريك ما كاشهم تحوس عليهم ما كاشهم عيب على جال كره القدم درنا تاويل كبير ودوك راهي لي ريزو سوسيو الناس تبع وكاين اللي يقرا جماعه كاين اللي يقرا كاين اللي يقرا انا مانيش هنا باش ندير الدرس انا خاطيني الدروس انا هو مدرب تاع كره قدم افيك ما بيتيت اكسبيريونس هذا ما كان شويه رانا نزيدو نتعلمو الناس حبست فوتبول دي كرون زونترينور في لوروب حبسوا الفوتبول مازال يتعلمو لحقنا وين درنا الحقد بيناتنا الحقد عم بالك صافي مالو كور الناس كاع شافت اليوم لي ماتش لمسيو دخلوا بتريكو تاع الطفل واحد ما تاثر الناس كاع واحد ما تاثر ما كانش من الناس سكتت واحد ما تاثر الطفل صغير يما سمعتها لا دانيال فوا انا قلبي وجعني انا مانيش انا ندير دروس انا مانيش انا ماتش تاع فوتبول نجي نطيح روح لا لا
نخسر مقابله وما طيحش الروح ابيك تومي ريسبي نخسر مقابله وما طيحش الروح ما عطيتونيش جواب ولا نجي منكون انا في البوندوتوش نهار الخميس ولا ما نكونش او علاش هو ما كانش اليوم باسكو الناس جرت عليه الناس كذبت ما نقولش حسبي الله ونعم الوكيل ربي سامحهم اللي كذب عليه ربي سامحهم كاين الناس تكتب هنا تكتب تكتب الناس تبعوا يكتب حسبته ويكتب جوست كل يوم زعما يمد شاك دي مينيت يمد انا نشوفوا كاع الناس قاعد يشوف لي ريزو سوسيو ما نقولش اسمه نقولش اسمو باش الناس ما تروحش ليا باش الناس انا ما نجرش على الناس انا واش تعرف باش تقول حدو كان هنا مع الوف تاع اليسما علاش علاش الكذب علاش علاش هو في الجزائر علاش علاش تقولوا هذا الكلام هذا علاش عطوني علاش علاش واحد يعيط من الجزائر وقال لهم او قال لكم كذا وكذا وكذا او وهران تهبط ولا مانيش عارف ولا انت يا كذا وكذا تاع وهران وكذا علاش علاش تكذب على الناس علاش تكذب باش تسلك روحك انت باش الناس تحبك انت هذا ماهوش حب جماعه وانا مانيش ديسكور انا ما نديرش انا خاطيني ديسكور كاين الناس نعرفهم هنا ملي كنت جوا ملي كنت جوا نعرفهم قعدت علاقه كيف كيف ما عندي حتى بروبليم كل عام نجي لهم وي كنت نجي نلعب هنا سي نورمال سي واحد يحب يربح سي تو في نورمال هذا هذه كره قدم هذه هذه كره قدم مي باش نرجعوا في مقابله تاع كره قدم كاين اللي يكتب حي قال لك حياته موت كره قدم تكتب حي ريفي بلايت يا جماعه 125 وما هبطوش وهبطوا 125 سنه ما واش يقولوا ما نهبطوش لا لا جماعة. شفت شفتو شفتو رحنا وين دي بلاصينا نشوفو حنا كاع نتعرفو بيناتنا مي رانا بلاد وحده حنا لو كان ما نحميوهاش لو كان ما نحميوهاش شكون اللي راه يحمي بلادنا شكون اللي راه يحميها بالفوتبول لي ماتش تاعنا نسوقوها مليح يا جماعه يا جماعه هذه بليطر ما حنا نحبسوا نروحو من الفوتبول نروح تجي جينيراسيون واحده اخرى هما يلقاو الحاله بيان يلقاو الحاله بيان ماشي لا لا وكذا وممكن نخسروا طيح الروح وكذا ماشي لحقنا لهذا الشيء يا جماعه حنا لهذا الشيء اي فوا تر كونسيون جماعه ما نحرضوش الناس باسكو سيبورتور كي تقول له حاجه او يامن مي سيبورتير كاين اللي يامن كاين اللي واحد عنده عقل يخمم مليح يقول لك انا واحد قاري شويه وكاين واحد ربي خلقه في الرقه جماعه ربي خلقه في الرقه جماعه كاين واحد قرا واحد ما قراش واحد كذا واحد ربي عطى له حاجه في هذه واحد عطى كل واحد واش عطى له ربي في هذه الدنيا وكل واحد ربي وسط له حياته مي ما نديموش نديروا حوايج للناس مانيش عارف كيفاش دارتها على جال مقابله تاع كره قدم خلاص الماتش ها واش صرا واش صرا واش كاين ما كان والو هادي وجينا هبطنا بالبيس هبطنا شوفي وعدنا طلعنا وعدنا لعبنا دخلنا دوزيامي طلعبنا خرجنا خلص الماتش قال خير ما كان والو خمسنا مع الناس سلمنا على الناس وجينا رايح هذه هي كرة قدم ولا لا لا هذه هي كرة قدم ولا الناس انا البريزيدون تاع مولودية يقول لك انايا صمتت لي الفرحة سي ما صمتت لك الفرحة الطفل شو شحال في عمره اللي مات ضربوه بحجرة مات واش هذا يا صاحبي واش هذا يا خير انا نشوفو انا نشوفو انا نشوفو يا جماعة نشوفو لي ماتش اخرى انا نشوفو وانا والله ما تغيدني الناس اللي تهضر دي سيبورتر دي سيبورتر الحماس يهضر بالقلب سيبورتر يهضر بالقلب يا جماعه بحنا اللي رانا هنا حنا اللي رانا هنا الصحافه الناس اللي عندهم مستوى كبير نعرفوا كيفاش نحضروا باش نوريونتيو الناس هذوما باش يجي استاديريا خلاص الماتش يجي خارج لاباس عليه يبقى على خير يبقى على خير ربحنا خسرنا درنا ماتش ني عادي هذا هو الفوتبول ديال هكذا كي هنا البارحه انا شفنا لي فينال شفنا لي فينال الناس خسرت وانتم ماكش ما شفتوا حاجه كاش ما شفتو حاجة دي فينال ايش خسر هما انا نهار لي بريمي نشوفو فينال واحد اخرى واش 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 نشوفو واش نشوفو سنا نخسرو الموت وبدا منا مقابلة مقابلة نكتب انايا نكتب حياة ولا موت غريب يا جماعة ما عندناش دروا نكتبو هكذا شفتو انتوما الصحافة انتوما توريونتيونا يا جماعة توريونتيو البيبليك توريونتيو لي سيبورتور توريونتيوهم يا جماعة علاش يا جماعة انا صافي موا لو كور اونترينير معايا ما يجيش انا صافي موا لو كور حبوا صراحة حبوا صراحة هذه الصراحة انا مانيش من هذوك نجي نهضر كلمه نجي نهضر كلمه وداروها لكم هنا هنا في هذه الطابله داروها في هذه الطابله هضر كلمه قال لهم نجي رايح ما نديرهاش هذه بلادي هذه الجيريس بلادي اخواني كما سمعتم كان هذا هو التصريح ديال المدرب ديال النجم بن عكنون الزايري بلال الواقعه اللي وقعت المساعد ديالو في مباراه ديال مولوديه طهران وخرج كما سمعتم معنا انتقد الصحافه والاعلام الجزائري اللي قالوا مباراه كامل فتنه بركه واش كره القدم كتعامل هكذا الناس لعبوا النهائيات الناس تقصى والناس لو ما داروش فضيحه اللي كديروها نتوما وكتنشروا الاخبار الكاذبه في الدوري الجزائري وكما سمعتم معنا لمدربين كبار في الدوري الجزائري خرجوا من الجزائر وانتقدوا التسيير وكذلك الرؤساء ديال الانديه اللي كانوا ظلموهم واليوم كنشوفوهم في الدوريات العربيه كما شفتم معنا نور الدين بالذكري يعني مع الاخدود السعودي الفرحه ديالو والتالق ديالو في الدوري السعودي كذلك مدربين اخرين ولكن ملي كيجي الدوري الجزائري كما داروا مع بن شيخه جال عندهم متوج بجوج ديال الارقام مع اتحاد العاصمه وفي الاخير جراو عليه اخواني كان هذا هو الفيديو ديالو عطيونا الراي ديالكم فيه ما تبخلوش لنا بالاراء ديالكم خليونا رايك الفيديو الناس ما مشاكيش مع القناه نتمنى انكم تشاركوا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم ديما الجديد ديالنا تحياتي لكم.